شوربه كتجي رائعه. الا بغيتي نعطيك واحد الطريقه ديالي واخا انا ما عرفتش لانه حيت الملوخيه عندها العشاق ديالها ياك. الملوخيه بزاف كاع هي بحال بحال مدفونه اللي ما جاش الاسد وما كلاش بحال هذا الوالو. انت شوربه الا لقيتي ديك البصيلات الصغار ديك البصيله الخضاريه اللي كنقولوا ليها ديك البصيلات كتحيدي لهم غير القشره وتخليهم صحاح طيب ولا البصله الا ما كايناش بصله عاديه وكتديريها شنان في كبار كدير على شكل شرائح وكتغسلي طبعا ديك الملوخيه ديالك مزيان حتى كتطلق داك السلوكه وكتحيدي لها ديك الراس وكتخلي الملوخيه هكذاك حبات صحاح وكديريها لالا في الطنجره ديالك كديري تديري البصيله وتزيدي لها مليحه والابزار والمعدنوس وشويه مطيشه كنسلم عليك بغيتي اسند بزاف. ايوا انا كنسلم عليها بزاف بزاف كتعجبيها بزاف وبنتي سكينه الله يبارك فيك ويخليهم لك سناء وسكينه وسعاد واسماء. هذه تحيه لكم. باش نكمل شي واد الملوخيه اللي كاختي عزيزه هو قلنا ديك الملوخيه كتغسل وكديري لها بصيله معدنوس مليحه والابزار شويه مطيشه يا محكوكه يا هكا كتقطعيها طريفات وكديري لعندك طريفات ديال اللحم بحال تقاطع ديال الحريره وكتخلي ديك شي طيب كتمرقي خص المريقه تكون جاريه كتجي رائعه. وهاد الملوخيه انا ما كانش كتعجبني ولكن الواحد ملي كيبدا شحال مره ياكل شي امور بعقله لانه الملوخيه صحيه الملوخيه مزيانه بزاف للقلب والشرايين ف